خويا اش قاعد تعمل انت تو؟ انا قاعد نعاود في الشباك. الشباك ماشي يشدوا حتى عام، ما عارفين يشدوا عام هذوما. حتى عام ماشي يشدوا تو. وعليه؟ متلوث. علاش؟ تلوث البيئة. برشا ببوش جديد جاء. عنكروش جديد. يقطع شباك. هكا واش باش نقول لك؟ هذا كله مجرد كالمول اللي عاملينه فرويد مير. هذاك يجيب ما برشا زريع ما كانش عندنا حتى كعبة حوت ما عادش توكر توي كان تو نلقاوش كعبة سيبيا ما كانش هذاك اللي فمك وانا نعاودو في شباك شنو بحري ديما مدمر قولوا بحري لاباس عليه وانا نصورو نعاودو بالماتريال وشباك وقتاش ترميوها وقتاش ترجعوا لها؟ نرميوهم في الصباح ننظفوهم الصباح ونرجعوهم البحر من غدوة الصباح نعاود نرجعو لهم. تبعوا برشا الطقس والريح كيفاش تفهموها الحكايه هذه باش تعرفوا رواحكم تخرجوا والا لا؟ هذا توي التكنولوجيا ولات وجويه والانترنت تو طورت الدنيا. فلوكه كبيره ديما تخدم الفلوكه كبيره مش كيما فلوكه صغيره. فلوكة صغيرة ظل شوية نوع حتى 30 ما يجمش يخدم 20 ما يجمش يخدم. وشنو هو أنواع الحوت اللي تتصيدوها بكثرة في البحر هذا؟ تو ما شم حوت بكثرة تو. تو إذا روش كعبات ملابلة في الليل. سينو فماش حوت بكثرة. مشي على روحك الحوت بكثرة مشي على روحك. مزوقة ماش فيه. الله منهم بحرية مساكن والله مساكن. كثر لا درك زاد برشا مطريل برشا بحري ما عندوش مولد رزق. معناها تقول انت الفلايك هذوما ما همش كلهم بحاره فما ناس موظفين وعاملين فلايك؟ ما همش كل البحاره. البحاره وكا عنده شباك وفلوكه كبيره هكا. الاخرين اللي عملوا فلايك صغار ويخدموا وعاملين شباك كلهم جماعه البر. يخدم في الميليتير يضرب في مليون لو هبطلوا البحر. اعطيني انا حتى 500 في البر ما عادش هبطلوا البحر. عندنا الصفطاج عندنا دبوزة الحريقة عندنا كل شيء. هذاك ما هما الويل هذاك تعمل فيزيت لما يكونوا عندك هذاك فهمتني. والفلوكة تعدي فيزيتا كما أي وسيلة نقل أخرى كالكهرباء كالكاميون. كيف كيف. عندك هذاك ما تعدي ما عندكش هذاك ما تعديش. تكون الفلوكة تكون نظيفة زادة مدهونة. قد إيه تقعد الفيزيتا معناها ستة أشهر وإلا عام؟ كل عام نعملوها فيزيتا. كل عام نعاودو نجدو. يعني اللي الفلوكه اللي ما عندهاش فيزيتا ممنوع عليها تدخل للبحر. بيها بالوراق كل شيء بالوراق. فما رقابه توا داخل الماء. كيفاش رقابه؟ حرس كاش يجيك حرس. كنترول اه يجي حرس ديما يجي. يطلب عليك الاوراق والتراخيص والفيزيتا. كل شيء. الاوراق تاع الفلوكه والعقد والدنيا كل. لو انه الحرس لقى فلوكه تخدم وتصيد وما فيهاش فيزيتا، شنو يتعرض صاحبها للاجراءات القانونيه يتعرض لها؟ قانونيه كيكا ما عنديش فكره. مخالف. مادام ما عندوش اوراق مخالف. يعني قضيه ماليه والا سحب رخصه؟ والله بالضبط شنو نقول لك؟ بس فما قضيه فما ولا سحب رخصه مش عارف. فما كي والماتريال اللي موجود في الفلوكه والتجهيزات هذه كيفاش تحافظوا عليهم؟ فما سرقه والا لا؟ لا سرقه على ربي. سرقه على ربي. ستار الله. ستار الله معناها سرقه حول الله. سرقه كاشي في البحر. اول الاولاد يصيدوا في سيبيا. السلام عليكم. هذاك ما يصيدوا في سوبيا. هذاك مش جماعه البر هذاك ما. فلوكة صغيرة تسيبي هذيك تاع مرة مش شباك صيدوا سيبي صيدوا الحوت بالعمارة عمارة هاي البرنجلي وبالحريرة فهمتني هذيك خدمتهم واحنا هون خدمتنا شباك.
ومن بعد تعاودوا ترجعوا لها؟ ايه بكيك نرميو وغدا نرجع نهزوك. نجم تحكينا على وضع الصياد توا كيفاش؟ الصياد شو هذاك هو صياد بحري، وضع بحر، وضع بحر، يصور عشام مش بحر غالب هكا. الدنيا ماشية. والصيادة توا ثم شباب مقبل على المهنة هذه؟ وش يمشي وش يمشي؟ شباب وش يمشي؟ قرا 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 بس بحر. يرجع للبحر. وش يمشي؟ وين يمشي؟ شركات سكرت معامل سكرت كل سكرة وش يمشي؟ مالك يا جماعة؟ خويا الله يعينك. الله يسلمك بابا. شوفوك هز موتور نتاع فلوكة تو. هذا نخدموا به، هذا موتور ميزنا يدينا نسخينا لك. نخدموا به. يعني بعد ما تكمل مصي تروحوا به الموتور؟ روحوا به ما خليوش في فلوكة. خافوا من السرقة؟ بالطبيعة خافوا من كل شيء، احنا من السرقة من الدنيا كلها، هذا نخدموا به احنا، هذا هو اللي نخدموا به. بلاش هذا يبرك الواحد. والموتور هذا قد ايه يعمل سومو تقريبا؟ راسك يعمل توك يعمل في مليون مليون ونص هذا. هذا انا مش جديد جديد راهو. مستعمل. مستعمل، كان جديد جديد يعمل 3-4 ملايين، بين 3.5 و4. وثم شكون سرقوا لهم موتوراتهم في البورت قبل؟ موجودة. انت توا كملت خدمتك ومروح رميت الشباك وخارج؟ اي رميت الشباك وخرجت تو بحر مش نروح تو. نروح. الصباح كان عاش نمشيو نهزهم. نجبدوا الشباك هذاك. وبالطبيعه انت وقصبك. انت واش عطاك ربي؟ انت واش عطاك ربي صافي. كان عطاك برشا ولا شويه ون... قد ايه ليك في ميدان الصيد هذايا؟ عندي قرابه 135 سنه بحر 35 سنه. ما خممتش في نهار انك تبدل المهنه هذه؟ لا لا صافي. علاش؟ خدمة جدود وخدمة من اللي خلقت وانا في وسط. قول انت ولد بحر وتقعد في البحر. هذاك مش نبدل تريف برا بعد نرجع. يعني وقاش ديما ما نشدش شد البر. خاطر تكون البحر. واضح خويا. بارك الله فيك.